قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله وهو يطعم ولا يطعم قل ولا تكونن من المشركين قل عذاب يوم عظيم
أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا وإنني بريء مما تشركون صدق الله العظيم.